احنا معانا استاذ سعاد. استاذة سعاد، يا استاذة سعاد، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسنوات حضرتك طيب. بحرك طيب يا فندم. لو سمحت، انا عندي 67 سنة. ربنا يديك الصحة. لما باجي ما بقدرش اطلع الرصيف لحد ياخد ايدي. ما بقدرش اطلع الاتوبيس، ميكروباص، اي حاجة. افتح الرجل فيها ما بتتكسر، في الم جامد في الركبة وما بقدرش. تمام. اعمل ايه بقى؟ ربنا يديكي الصحة يا حبيبتي، والدكتور هيديكي نصايح الله دلوقتي. الله يخليكي. شكرا. بنشكرك جدا على تليفونك. هناخد بس تليفون من استاذ ابو عبد الله وبعد كده نرد على كل الاسئلة. يا استاذ ابو عبد الله، مساء الخير. خط قطع. طيب بشكرك جدا على ان انت حاولت، بس ارجع حاول مرة تانية. استاذة سعاد، ربنا يديها الصحة، تعمل ايه؟ طبعا الواضح من سن الاستاذ سعاد انه احنا بنتكلم في خشونه في مفصل الركبه. الحقيقه ان دي تعتبر في الاغلب لو ما عندهاش امراض اخرى تؤدي الى خشونه في المفاصل، يبقى دي الخشونه البرايمري او الاوليه اللي هي بتيجي نتيجه التقدم في العمر. ده شيء، ده تغير طبيعي بيحصل للمفصل. ما اقدرش اقول انه ده مثلا دور انفلونزا فهاخد دواء يومين ثلاثة وهخف وابقى كويسة. ده مش حقيقي. الاساس في علاج خشونة الركبة بالذات، لان دي طبعا اكتر مكان الناس بتشتكي من الالم فيه وبتشتكي من الخشونة فيه، هو نمرة واحد، تعديل نمط الحياة مش الدواء. الدواء ليه دور بالتأكيد طبعا، والجراحات ليها دور بالتأكيد برضو، ولكن مش ده الخط الاول في العلاج. المفروض الخط الاول في العلاج اني اعدل نمط حياه المريض. ازاي بقى يا دكتور؟ يعمل ايه كده في يعني في خطوات سريعه؟ تمام. يتمرن، هي اول يمشي. حاجه اول حاجه واهم حاجه عندنا الوزن. طبعا ده اكيد. الحمل الزائد على المفاصل اذا كان على الفقرات او المفاصل اللي شايله وزن الجسم زي الركبتين، بالتاكيد من الحاجات المهمه جدا ان احنا لازم نتخلص من الوزن الزائد، لانه بيحمل على كل حاجه. خلاص انت جسمك مش شايلك زي ما انا قلت كده في المقدمه. التغير اللي حصل في سطح المفصل والخشونه اللي حصلت في مفصل الركبه، بالتاكيد النهارده كل حمل زياده على هذا المفصل هيؤدي الى الام مبرحه، وده كمان هيؤدي الى تحديد في الحركه. فليبقى نمره واحد لازم نقلل وزننا، ونقلل الوزن هنا لازم تكون بطريقه صحيه مظبوطه. يعني في ناس بتجري تعمل رجيم قاسي جدا ودايت عنيف ويخس 20 كيلو في شهر ولا في شهرين، ويقول لك انا خلاص بقيت رفيع جدا. طب ما هو بعد كده ايه اللي هيحصل؟ انت اذيت كل حاجه تانيه غير كده. سيادتك يعني هترجع مره تانيه، ما كنتش سليم خلاص. مره تانيه اللي انت خسرته ممكن تكسب فوقيه وزن زياده. فلو انت ما عندكش القدره، او حضرتك ما عندكيش القدره على انك تعملي نظام، لانه رجيم هي معناها نظام، هي مش معناها تخسيس. اي حاجه في الدنيا ليها نظام اسمها رجيم. صح. تمام. فالنهارده الرجيم لازم، او النظام اللي انا بحطه، لو انا قادر اني اظبط طريقه ومواعيد وكميه ونوعيه الاكل، جميل. لو انا مش قادر على ده، يبقى اروح لحد متخصص طبعا، ويفضل هنا ان احنا نروح لطبيب. مع احترامي طبعا لكل التخصصات، ولكن الطبيب الباطني هو اعتقد هيبقى افضل واحد ان هو يرشدنا ازاي ان احنا نخس بطريقه ما تؤثرش سلبا على صحتنا. فيبقى الوزن مهم جدا. لابد كمان يصاحب الوزن ده الرياضه.